النهائيه ما بين ريال، ما بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ صعبه صعبه. ريال مدريد مرعب في اخر 10 دقائق، التركيز وقوه الشخصيه وقوه اللعيبه اخر 10 دقائق مرعب مرعب مرعب. اللي عملته ريال مدريد في اخر 10 دقائق رعب. انا راجل كمشجع سيتيزن، انا شفت الموضوع ده في السانتياغو برنابيو، شفت فرقتي في اخر 10 دقائق وهي بتداس على وشها، شفت الكلام ده، شفت فما حاجه قبل كده، وشفت ريمونتادا عظيمه عمالة ريال مدريد على سيتي، لكن دي ريمونتادا اعظم. ان انت بتتكلم على ريال مدريد خلص خلص كل حاجه في 5 دقائق، يعني ريال مدريد خلص كل حاجه في اقل من 5 دقائق. يعني انت بتتكلم على هدف في الدقيقه 88 والهدف والهدف في الدقيقه 91. لا الكره بتاعت الكره بتاعت خوسيلو الثاني ما فيهاش حاجه خالص. لا هو ريال مدريد كده كده ملك اوروبا، واللي مش مقتنع بكده هو عنده مشكله. ريال مدريد فعلا ملك اوروبا، ريال مدريد هو الفريق الاقوى في اوروبا، شخصيه اسطوريه بالنسبه للفريق، حظ البطل زي ما انت عايز تقول، توفيق البطل زي ما انت بص كل اللي انت عايز تقوله قوله، بس كده كده ريال مدريد يستحق ان هو يطلع كسبان النهارده. بالاحصائيات والارقام ريال مدريد افضل بكتير من بايرن ميونخ. يعني بالاحصائيات والارقام زي ما قلت لك الاكس جي 2.92 لريال مدريد، اجمالي تصويبات 19 لريال مدريد، منها 7 اون تارجت، الناحيه الثانيه 8 منها 5 اون تارجت. فانت بتتكلم على الارقام، لا الارقام مرعبه. انا راجل ابكي على ايه؟ انا كده كده ريال مدريد وبايرن ميونخ فرقتين مش محببين ليا، يعني ريال مدريد وبايرن ميونخ فرقتين مش محببين ليا، فانا راجل كده كده مش فارقه معايا كتير، انا عايز الاثنين يخسروا. هتبكي على ايه؟ هو ريال مدريد لما اتجوز امي هو اي هبل واي عطل بيتقال؟ ولا انت عايز تحس بالحقد والحسد والحاجات دي؟ ما مش ناقصه جنان على الصبح. في كل الاحوال ريال مدريد يستحق المكسب، ريال مدريد هو الفريق الافضل. هارد لك لجماهير بايرن، ولكن تاني وتالت ورابع انتم تعلمون ان هذا موسم سيء بالنسبه للبايرن، هذا موسم قبيح بالنسبه للبايرن. انتم تعلمون جيدا ان الفريق مليان مشاكل والفريق مليان ازمات، ولازم ان بايرن ميونخ يعمل صفقات، واعتقد ان بايرن ميونخ لازم يتخلى عن اللعيبه الكبار داخل الفريق. اما بالنسبه بقى للناس اللي عماله ترول على هاري كين، هاري كين هو افضل حاجه في موسم بايرن ميونخ، فانا مش عارف الناس اللي جاي لها قلب تهاجم هاري كين دي بتتكلم بناء على ايه. هاري كين افضل حد في موسم بايرن ميونخ، يعني هاري كين افضل بكتير من اطراف بايرن ميونخ، هاري كين افضل بكتير من مولر، هاري كين افضل بكتير من نص الملعب. مش عارف الناس عايز تلبس كل حاجه في هاري كين ليه، بس يلا.